السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ تنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. كنشكركم على الدعم ديالكم وكنرحب بكم وكنرحب بالناس الجدد معايا. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم الحرشة بدون فرن وبمكونات جد بسيطة وسهلة في التحضير، ولا عجبتكم تبقوا معايا حتى الآخر. على بركة الله نحضر معكم هذه الحرشة. على بركة الله غادي نبدا معكم في طريقة تحضير هذه الحرشة اللي جد سهلة ومكونات جد بسيطة. غادي نحتاج ليها 2 كيسان ديال السميدة الرقيقة ديال الحلوة، وغادي نزيد عليها 4 كاس ديال زيت المائدة، وغادي نحركها جيدا حتى تلبس بهذا الزيت. نحاول نحركوها جيدا حتى تلبس كاملة بهذا الزيت، 4 كاس ديال الزيت. وغنضيف عليها 1 المعلقة ديال السكر اللي تقدروا تستغناو عليه، ما بيتوش السكر ما ديروهش. وغنزيد عليه شوية ديال الملحة، وغنزيد عليها 1 المعلقة كبيرة ديال الحليب بودرة اللي حتى هو تقدروا تستغناو عليه، ولكن كيعطي واحد المذاق زوين لهاد الحرشة. صافي كنخلطها مزيان باش يدخلوها هاد العناصر. ومن بعد كنضيف ليها كاس ونص ديال الماء، كاس الاول ونص كاس، وكنضيف النص ديال الكاس ديال الماء، والماء تيبقى على حسب النوعيه ديال السميده. وغادي نخلطها جيدا، المهم خصها تكون خفيفه شويه. وهذا هو القوام ديالها. صافي من بعد كنخليها واحد تقريبا واحد 5 دقائق ترتاح واحد شويه. غنضيف ليها 1 كيس ديال الخميره ديال الحلوه، عاد غنخليها ترتاح واحد 5 دقائق. صافي من بعد غنخليها ترتاح واحد 5 دقائق. والمقلاه فاش غادي نطيبها خصها تكون ثقيله وما كتلصقش. صافي من بعد كندهنها بشويه ديال الزيت، كندهنها جيدا بالزيت ولا الزبده. هنايا بعد ما خليتها 5 دقائق القوام ديالها كيجي على هاد الشكل كتشرب. صافي من بعد كنديرها في المقلة، صافي من بعد كنديرها في المقلة. صافي كنسرحها واحد شوية كنقادها في المقلة، ومن بعد غادي نرفعها فوق النار تكون مهيله باش تطيب مزيان في الداخل باش ما تعجنش، وغادي نغطي عليها. وهنايا كنرفعها فوق النار تكون مهيله وكنغطي عليها وكنخليها حتى تنشف من الفوق، عاد غادي نقلبها بشي طبيصل ولا شي غطايه. وهنايا كما كتشوفوا معايا كنخليها حتى تنشف من الفوق. المهم في الاول كنغطي عليها وفي الاخر ما بقيناش كنعريو عليها باش تنشف من الفوق باش ما تسقطرش عليها الغطايه. وهنا كما كتشوفوا بعد ما نشفت من الفوق صافي غادي نقلبها بواحد الغطايه.
هنا بعد ما قلبتها كيفاش كتجي صافي، كان رضبت بها في جهة اخرى، وكان نقص البوطة جيدا، كان نقص البوطة مزيان باش تعاود طيبها في الجهة الاخرى. المهم راه كتجي زوينة بزاف، وفرمشة عين كتوجد دغيا كتوجد. وهنايا الحرشة بعد ما طابت كتجي على هاد الشكل، من بعد كنزينوها ولا كنخليوها غير هكا، كندير لها شوية ديال الكوفيتير من الفوق ولا شوية ديال العسل ولا، المهم ولا تخليوها غير هكا راه كتجي هائلة كتجي زوينة. صافي انا كنزينها، كندير لها شوية ديال المربى من الفوق. المهم راه كتجي هائلة كتجي زوينة بزاف، والمكونات ديالها جد بسيطة سهلة في التحضير. صافي من بعد كندهنها بواحد شوية ديال المربى، وغنزينها بواحد شوية ديال، المهم بالنسبة للتزيين تيبقى على حسب الرغبة ديالكم، شوية ديال الكوكو ولا شوية ديال الكاوكاو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحرشة، كتجي على هذا الشكل، كتجي هائلة، كتجي خفيفة وبنينة. إلى جربتوها أكيد غادي تنال الإعجاب ديالكم. شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو مقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.